مسرح العمليات العسكرية الليبية يتواصل في سرت لتحريرها من قبضة داعش. وبينما تدور معارك شوارع عنيفة تكبدت فيها القوات الحكومية واحدة من أسوأ خسائرها البشرية حسب ما صرحت به القوات، أعلنت قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر في الشرق الليبي تقدمها بمنطقة قنفوذة والقضاء على معاقل داعش في بنغازي، وأن الجيش خاض معارك قوية مكنته من السيطرة على معسكر الدشم وتحرير حي جار يونس وجامعة بنغازي غرب المدينة. خليفة حفتر التقى شيوخ ورؤساء القبائل وبعض النواب، وأكد أن خطواته كانت بدافع وطني دون أي ضغوط أجنبية، وأن قرار حكومة السراج لمهاجمة داعش في سرت كان قرارا سياسيا. نحن لقينا وين سرت، لابد منها، فتحنا دوريات عشان نشوف، فهم استعجلوا على اساس ان قالوا لا الموقف سياسي فقط، لا لا تحرك تحرك بسرعه قبل ما يجي وانتم تسمع في الاذاعات خوفوا فيهم راهو جاي كم راوند شنو شنو هذا الكلام؟ ما عندناش حاجه نحن في سرت في مصراته ولا عندنا حاجه في الاماكن هذه ابدا. وعلى الرغم من ان حفتر تمنى لحكومه فايز السراج التوفيق اذا تم التصويت عليها، قال انها ولدت جاهزه من الخارج وبها 9 وزراء من بينهم القياده العسكريه. ايضا هذه حكومه جايه فيها 9 روس من غادي، يعني يفعى فيها 9 روس. بعد يبقى هذه قياده عليا. القياده العليا يا اخواننا شيء امانه كبيره. القياده العليا تبي شهاده شعب اكمله. وفقا لما ذكره الناطق العسكري أحمد المسماري، فقد شارك سلاح الجو في ضربات جوية عززت ما خاضته القوات القتالية على الأرض، ما أسفر عن اقتحام منطقة الجوارشة وسيطرة على المجمع السكني للعمارات الصينية. طلعت موسى، العربية.